مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل اخر الاشواط في امسيه هذه الليله في انطلاقات مهرجان هجن مرغم. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن. ننطلق مع اخر الاشواط ويعتبر من ضمن اشواط الانتاج والمنتجين خصص للجعدان. مباشره اتقدم مع الصداره مع المقدمه معتاد محمد سيل بن منصور المنصوري ينطلق على المركز الاول مقدما معتاد ملهم وعبد الله بن بطي بن محمد بن راشد الغفلي على المركز الثاني. ثالثا من الجانب الاخر الاتحادي وعلي بن رملي بن محمد بن مطر العامري قادم مع الاتحادي. والمركز الرابع مسبار لفارس بن مكتوم بن فند المزروعي القادم في هذه اللحظات، وكذلك أيهم القادم لعلي بن هلال بن محمد النعيمي قادم على المركز الخامس. سادسا هملول أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري قادم مع هملول. الوصول من الصداوي سعيد بن هزيم بن ذعيل بالهايري قادم في هذه اللحظات. سعيد بن حزيم بن ذعيل الهايري ينطلق في هذه اللحظة مع الصداوي على المركز السابع. ثامن المراكز متعب لأحمد بن حميد بن علي الدرعي قادم مع متعب. الوصول على المركز التاسع هذا اللي وصلنا شاهين محمد بن عبد الله بن شميل الكتبي القادم. واختم من الدائري الاول مع المشهر محمد بن سهيل بالدليل العامري قادم مع المشهر على المركز العاشر. هكذا هي النتيجه، هكذا نتيجتنا وندانا الاول ما بعد منتصف الاربع كيلومترات. اتابع الاسماء القادمه والشعارات والسلالات القادمه مع اخر اشواط هذه الليله مع اشواط هذه الأمسية. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، مع المراكز الأولى. أعود إلى هملول أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري على المركز الأول المشهر، وبالدليل يا سلام ضعت في المركز العاشر في نداي الأول. ومع نداي الثاني قدم في الثاني غير مع الصدارة والمركز الأول المشهر وذكرتني بالمشهر محمد بن سيل بالدليل العامري المركز الثالث. وتابع مسبار فارس بن مكتوم بن فندي المزروعي قادم بالفندي في هذه اللحظات، ومتعب احمد بن حميد بن علي الدرعي على المركز الرابع والمركز الخامس. اسم جديد ينضم في هذه اللحظات جلمود احمد بن هزيم بن محمد المسافري قادم، والصداوي سعيد بن حزيم بن ثعيل بن هايري قادم مع الصداوي. وصل المهندس وشعاره القادم مع ملهم عبد الله بن بطيه بن محمد بن راشد الغفلي قادم على المركز السابع. الكيل الاخير اخر انطلاقات الميدان الذكي، اخر انطلاقات مهرجان هجن مرغم. لمن من هذه الاسماء من سيحمل شوط الختام في امسية هذه الليلة، ليلة تراثية مع انطلاقات سن الحقائق ما شاء الله 800 متر الاخيرة. عودة مع الصدارة متعب واحمد بن حميد بن علي الدرعي على المركز الاول. جلمود احمد بن هزيم بن محمد المسافري قادم، والوصول من الشامخ حمد بن خميس بن بدر العليلي، واول ندى لشعار العليلي القادم، وكذلك وافي عبد الله بن مصبح بن عيسى الغفلي قادم على المركز الرابع، واول ندى لشعار الغفلي. ولكن جلمود على المركز
المشهد الأول أحمد بن هزيم بن محمد المسافري على المركز الأول، وعلى الصدارة الشامخ بن بدر العليلي قادم على المركز الثاني. ولكن خلاص شوط الختام، مهرجان هجن مرغم يعلن ختامه في هذه اللحظات في هذه الساعة مع هذا التوقيت مع الثواني الأخيرة. جلمود بن هزيم هو السعيد في اللحظة الأخيرة، تهانينا والناموس لأحمد بن هزيم بن محمد المسافري المركز الثاني شامخ، لأحمد بن خميس بن بدر العليل المركز الثالث، شعال الغفلي راعي وافي، والمركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع اللي وصلنا زعفران لحمد بن سيل بن خميس الشامسي، وخامسا معتاد لمحمد بن سيل بن منصور المنصوري على مضي شعاره اللي وصلنا على المركز الخامس. نعود مع التوقيت ولحظات التوقيت الزمني مع جلمود، توقيته الزمني في الأربعة كيلومترات 6:04.7 تهانينا وناموس لأحمد بن هزيم بن محمد المسافري المركز الثاني. نتابع مع التوقيت الزمني 6:05.8 الشامخ لحمد بن خميس بن بدر العليلي المركز الثالث اللي وصلنا وافي على ثالث المراكز. نتابع التوقيت 6:05.9 وافي لعبد الله بن مصبح بن عيسى بن علي الغفلي، تهانينا والناموس للجميع.